يو السلام عليكم, it's your boy Tracker Pilot. فيديو جديد. هاد الفيديو الدراري بغيت نجاوب, نعطيكم خمسة ديال الطرق كيفاش تجي ميريكان. هاد السؤال اللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس وبغيت نجاوبهم ونعطيهم جميع الطرق اللي تقدر تجيبك الميريكان, دولة الأحلام والحياة السعيدة. But anyways brothers, أول طريقة هي عن طريق القرعة. القرعة الدراري كدار هي مرة في العام, كل عام كدار تقريبا ابتداء من اكتوبر نوفمبر, وكانت كيعطيو ريزولتس في ماي. اي سنه الى عندك الباك سيرفع القرعه. الطريقه الثانيه هي فيها جوج ديال الطرق, هي عن طريق الزواج. تقريبا خطوبه ولا زواج. الزواج تقريبا كتزوج في المغرب وكتدفع لك السي ار 1. السي ار 1 هي اللي كتعطيك كدير اوراقك في ميري في المغرب وكتجي الميريكان جاي مقاد. وليلى مشيت عن طريق فاينسي لايك فيونسي تقريبا ديك الطريقه كتسمى كي 1. الكي 1 تقريبا غادي تجي الميريكان خطوبه. باش تجي الميريكان عندك تقريبا 90 يوم باش تزوج, خاصك ضروري تزوج في 90 يوم. الطريقه الثالثه هي عن طريق الاقارب ريليتيفز. الى عندك شي خوك مواطن امريكي امريكان سيتيزن يقدر يتكفل بيك يدفع لك واحد الفيزا ديال الاقارب يقدر يجيبك, وخصوصا كيديروها بزاف ديال المغاربه كيجيبوا والديهم هنايا. الطريقه التاليه هي عن طريق العمل. كاينين فيزات سميتهم بي 1 بي 2 اتش بي 1 يا وات ايفر يو وان تو كول ات. تقدر تجي عن طريق العمل, هي طريقه زوينه. تقريبا الى عندك شي ديجري ولا عندك شي تالنت تقدر تدفع لهاد الفيزات. الريكوايرمنت هي يكون عندك واحد عندك فلوس في البنكة, وتقريبا كتشوف شي سبونسر, شي واحد يسبونسوريك باش يجيبك. ما الدراري هادو هما الخمس طرق اللي عندي. That was all for today. الله يسهل عليكم كاملين نجيو لهاد البلاد السعيدة. بلاد زوينة, يكذبوا عليكم كذاب يقولوا لك هاد البلاد ما فيهاش, ما بقى فيها ما يتدار, ميريكان فيها كاين ما يتدار. My bros, that was all for today. It's your boy Tracker Pilot. السلام عليكم, stay positive وما تسمعش الناس. السلام عليكم.